مشروع وباقي الممنوع مشروع وباقي المشروع ممنوع وباقي المشروع ممنوع يا مغيث ويا مغيث يا مغيث ويا مغيث زادونا فتح الوسين زادونا فتح الوسين ويا مغيث ويا مغيث يا مغيث ويا مغيث زادونا فتح الوسين زادونا فتح الوسين المنطقة الحسيمة
الفرع النظر هنا تشكل الفرع نعريف الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطلين تعرض للقمع ربتا ولكن هو معايا سجد طريقة همجية سجد طريقة همجية جدا يتدخل المخزن في حق المعطلين 16 قايد مدنخ وفي الغاز السبيطار ديال الحسيمة فقط نصف الاعتصام زاد اخرين النيابة التعليم المخزن غاد مليان الصباح غاد مليان الصباح وهادي السكي البوليس الناس لان كنحسبو في التميز ما صمود المعطلين النخ بزاف القوى القمع ايه 16 اصابة من بينهم مدنخ قطيبة معروف عضو السكرتارية اقضي حالة خطيرة جدا ويعرض زقعوها ذو فوس ذو ضعف دواف تدخل المخزن ديال الحسيمة يمكن تيوش شغلتي كذا تريوش نغذي بالطياب شين قارس واحد 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 شعب الريف واحد خسر مخزن نخشى هذا فاش شي رقاقة قايد ما نغزي الحسيمة امش كي خطبت انا كي زند يمكن ان كاش كان نضالية صعيدية ست ثاون يمكن انا وغا نفس درجة العنف يمكن اتري ثورة ريفية شاملة ثاني داتي الدارة مخزن أنا سكلي إشارة ذانيتا مجموعة من الأقلام المأجورة ما يسمى بين قوسين الصحافة حذاري ثم حذارة تقم من يتوقع عندي الصحافة وإن كان مثلا ما رسمرنت فيديو المعطلين وزرق البوليس أبدا المعطلين إلا تعدانش بذنت الفويو ما رأيت فيديو الحسيمة أنه المعطلين شان البوليس فيعني أنهم ديايز يعني انه خبيتري الطلب لحقوق الانسان وخاص نتمسك لواد المعنى اما الصوره اللي تحاول الاقلام المأجوره هذا نشنط خيري فين مرمي ما كانت تسير حق الانسان فهي خطيره جدا اي ثم نخدينا 20 فبراير موت 5 يوم ديال الحسيمه شتي نضان ندير بانك اللي على مسوار الدشفه هي اللي ضمون هذه نفس الشيء رخد اي ثم 16 شقين ديال السبيطار مجموعه من السيت مشان تشان لي فيديو مشبوهه جدا جدا شتي نتاسي لا فقط امش لازم نقال الا يزيني الايه ويل للمصلين وتكسين شا لازم نغني اذا تشان تما المعنى الحقيقي للايه نفس الشيء ثانيتا كسين ديج المقطع نظام سياسي فيديو استمرنتي هي مسألة خطيرة جدا أما شنو أما جلس نتاع الجزيرة وميطوها يخدم المدير غير المخابرات أمريكان نفس الشيء مجموعة من المواقع الإلكترونية المسمى وطنية خدمت المخابرات المغرب وتحاولت ما يمكن تكرر موقع عشان أحدث يعرف إلا وهذا شد صورة سيئة أخيري فيا أنه ذني تعبتان ذني تجبن المخزن ذني تجلعون في أبدا إريفين طلب الحقوق نسن وفقات ونهار خاص ندير الجمر مخزن تقاوم 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 حتى النهاية ذينا ذيري فيا واسمح نبوذي الحق نسن سيدا من سر مكتسمين زيما ولكن باش انه نشرش الصورة انه المعطلي يجيت بادر نغى العنف ثاني انت مسألة خطيرة جدا يتكيت اعلام جور للمغرب وجبت الحقيقة إذن حذاري ما تقنيت مثلا مجموعة المواقع الإلكترونية يترحن ذي السياقة فالمخزن يوفقص غاد مليان الصباح غاد مليان الصباح وجبوغا وزين العورة شي حاجة السن ماذا تعني مليان الصباح يوضا طوغا تصنت الاعتصام يروح غاز المخزن يستفز السوغي يدرس المعلومات مليح حرمي السن إلا الكميك السن دروس توجبو يطاس يخصن دي السوغس القوة كين رد نسان آلت النتيجة إلى ما آلت إليه والمخزن يتحمل كامل المسؤولية ذي التدخل النون ورمخزن دي السياسة انسا كعرف اعتقد انه هذي يندم دي المسلم هذي يندم همشي يندم دي مجموعة المراحل دي التاريخ الحسن التاريخ حتى محمد السادس اعتقد هذي يندم دي مجموعة المراحل دي التعامل انسا كعرف وتحيي غيث مثل مرة وقاس نقفيات وستضامن انك غيث مثل الحسيمة هذي رنت اشكال نغني تحيي غمارة غيث مثل في جيساندن غيث مثل الحسيمة ذي نجي حضان دي الشكلة وتقذهم وارفعوا الشكل نظري تحيي